بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أخوتي أخواتي في قناتكم، قناة الزراعة وتكاثر النباتات. هذا اليوم سنتحدث عن نبتة عطرية جميلة ذات رائحة طيبة ولها عدة تسميات، فمنهم من يطلق عليها إذن الفارة، ومنهم من يطلق عليها نبتة الزعتر السعودي، ومنهم من يطلق عليها نبتة العطر الفرنسي، وهناك الكثير من الأسماء تختلف من دولة إلى أخرى. فهذه النبتة سريعة النمو وسهلة التكاثر، والآن سنقوم بإكثار هذه النبتة، ولكن قبل ذلك نتوقف دقيقة واحدة ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونطلب منكم وضع اللايك ودعم القناة تشجيعا لنا في تقديم ما هو أفضل. الآن سنقوم بأخذ عقلة طرفية بهذه الصورة، وهذه أخرى، أيضا هذه، وهذه، وسنقوم بوضعهم في إناء، بعد أن نقوم برفع الأوراق نضعها في الماء بهذه الطريقة. هنا غصن آخر أيضا سنضعه في الماء، وكذلك باقي الأفران. باقي الأطراف أو الأغصان بهذا الشكل، وسوف نقوم بأخذه وتركه في مكان ظل إلى أن تخرج الجذور. هنا كنا قد وضعنا هذه الأغصان في الماء وقد أخرجت الجذور. الجذور الجديدة، إذن سنأخذ الوعاء ونضع به التراب، سنضع النبتة بعدها سنقوم بالري، وتكون الري الأولى بغزارة، ونقوم بتحريك الوعاء لكي يخرج الهواء، ونستطيع أن نضع غصن آخر أو غصنين حسب ما حسب الكثافة، ولكن غصن واحد يكفي لأنها ستتكاثر وتنمو بسرعة. هذا غصن واحد فقط، وستكون نبتة كثيفة. أشكركم على حسن المتابعة، وأي تعليق أو استفسار ضعوه في التعليقات وسنجيب بإذن الله تعالى. تحياتي.